عند طرف سلسلة الأنديز يلتقي منظر طبيعي قديم، قمم الألم الثلاث المؤلفة من الجرانيت. على طول الجزء الجنوبي من تشيلي يغطي متنزه توريس ديل بين الوطني أكثر من 2000 متر مربع من الجبال والبحيرات والكتل الجليدية والتلال. الإواز والنحام تشيلي تقصد البحيرات المتعددة في المنطقة. الغوانق وهي قريبة اللاما الشمالي تملأ الحقول. كوندور الأنديز الكبير يتجه إلى السماء بحثاً عن جيفة، وهو حيوان نادراً ما تتم رؤيته. أما الفهد فهو أفضل حيوان مفترس هنا. تعيش الفهود ضمن مجموعة حيوانات متنوعة بدءاً من الأرانب البرية الصغيرة حتى الغوانق كبيرة الحجم والسن. الفهود المميزة لدى شعب الإنكا هي حيوانات مفترسة ماهرة في القمم. تفترس العديد من الحيوانات في المتنزه من الأصغر حتى الأكبر حجماً. يمكن العثور على هذه السنوريات في كل أنحاء الأمريكيتين، تسكن في الغابات والصحاري والأدغال والحقول من الشمال حتى الجنوب. على مدى سنتين صور هيو مايلز فهود توريس ديل بين وتبع حيوانا سنوريا بشكل خاص. بعد أن اختبر الحزن والفرح، الانتصار والخسارة، يقدم لنا قصة أروع أسد في الأنديز. تمتد جبال الأنديز على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية وتعتبر أطول سلسلة جبال في العالم. تبلغ أقصى ارتفاعها عند طرف تشيلي عند المحيط المتجمد الجنوبي. هذه الجبال تأوي الفهود وهي من أكبر سنوريات جنوبي أمريكا. تعيش بشكل خاص في متنزه توريس ديل بين الوطني. هذه السنوريات الكبيرة تطارد فريستها في تلال واسعة وقمم جبال وعرة وبحيرات طويلة. يشكل هذا المتنزه جزءاً من باتاغونيا، وهي منطقة تقع جنوب أمريكا تسيطر عليها الظروف القصوى.
محمي في المتنزه يمكث مصور الحيوانات الموهوب هيو مايلز لتصوير الفهود التي تعيش هناك. وضع هيو الخبير في تصوير الحيوانات البرية مخيمه حول بحيرة تم اكتشاف العديد من الفهود حولها. تصوير الفهود مهمة صعبة، لكنني أحب هذه المناظر الطبيعية الملهمة، وفرصة التعرف إلى هذه السنوريات الجميلة تشكل امتيازا حقيقيا. هذا الغناق مرعب. على الأرجح أن السبب هو وجود فهدين في تلك التلة البعيدة. يمكنني أن ألاحظهما، لكن هناك فهداً أكبر من الآخر، لعلهما أم وشبل كبير أو ذكر وأنثى. يبدوان متوترين، سأحاول الاقتراب منهما. الاقتراب من حيوان ما للمرة الأولى أمر يثير الحماسة على الدوام، خاصة إن كان ساحراً كسنور كبير. إنه ليس سعيداً. الأذنان المسطحتان تعنيان أنه مرعوب. سيكون الوضع صعبا. يتحدر هيو للتصوير. سيبقى في المنطقة لسنتين لتصوير الفهود وحيوانات متنوعة أخرى. يمكن استمالة بعض الحيوانات بسهولة كجيرانه الجدد الثعالب التي يمكن ترويضها. بعد بضعة أسابيع أصبح هذا الثعلب الرمادي الصغير الجذاب يثق بي بالكامل، وآمل أن أكسب ثقة فهد بري في الوقت المناسب. مساعدي في هذا المسعى هو صديق قديم من الأرجنتين دونالدو ماكايفر. نشكل فريقا من شخصين فقط لنحد من الاضطراب. يبدأ بحثنا عن الفهود حيث تمت رؤيتها في الماضي. بحيرة سارمينتو كبيرة كبحر داخلي، شاطئها مليء بالكهوف. لكن الفهود حيوانات منعزلة تتمتع بمناطق واسعة. على الأرجح أن هناك القليل من السنوريات على طول شاطئ البحر بكامله. من المرجح أن يتبع سنور متنقل الساحل، لذا أختبئ مع كاميرا قرب الشاطئ بينما يراقب دوني عن بعد لينبهني إن اقتربت قطة ما. ثم ننتظر وننتظر، لكننا محظوظان. بعد 3 أيام يتجه السنور إلى طريقنا. هيو، أتسمعني؟ نعم، تفضل. يتجه السنور إلى الشاطئ الآن ويبدو متوترا. إنه هنا منذ 3 دقائق. حسنا، شكرا دوني، سأكون حذرا. يبدو متوتراً قليلاً. من الواضح أنه يدرك أن هناك شيئاً غريباً يختبئ بين الشجيرات. عجباً، إنه سنور رائع، وهو أنثى حسب ما أعتقد. سنورية ساحرة تبلغ متراً و82 سنتيمتراً. حالفني الحظ، تتجه إلى كهف. سأركز على هذا الموقع ليرى إن كانت ستعتادني. هاتان الأذنان معبرتان جداً، استدارت لتسمعني. أنا متأكد من أنها أنثى، تتمتع بوجه أكثر نحافة من ذلك الذكر الذي رأيناه سابقا. هذا أمر مشجع، إن بقيت في الجوار قد تكون نجمتنا. سرعان ما أدركنا أنها ستتقبل شخصا واحدا في الوقت نفسه. يبحث دوني عن سنوريات أخرى بينما أجعلها تعتاد تواجدي في الخارج. بعد بضعة أسابيع ينجح الأمر نوعا ما. تهز ذيلها تعبيرا عن انزعاجها. أتساءل عما يجول في رأسها. النظر إلى العينين هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى السنور، ويجب أن أشيح بنظري كي أخفف الضغط. من حسن الحظ بدأت تتجاهلني أنا وظلي على الصخور. تهتم أكثر في تقييم فرصها في التقاط العوانق في المرج.
بدأت مثابرتنا تعطي ثمارا. الربيع فصل سخي لتجد بيني فريسة. الإوزة الهضبية والرحاء تشكلان خيارين لإطعامها. الأرنب البري هو حيوان متكامل يشكل مصدر طعام عامراً بالنسبة إلى الفهد. في حين تتوافر الحيوانات الأصغر حجماً، إلا أن مصدر الطعام الأكبر حجماً المتوافر بالنسبة إلى الفهد هو الغناق. تتصارع الذكور بشراسة للحصول على حقوق التناسل على مدى أسبوعين في الربيع. الغوانق متنبهة للفهود التي تطاردها. تطارد بيني فريستها ليلاً، لكنها تبقى حذرة من أي تصرف عفوي من ناحية الغوانق. الحقل المفتوح يكون مكشوفاً، إلا أن الغوانق تستخدم مساحة واضحة لصالحها لترى أي حيوانات مفترسة تطاردها. تتمتع الحيوانات حديثة الولادة بغريزة فورية لتصبح رشيقة الحركة في قوائمها. صغير الغناق هذا يمكن أن يكون هدفاً سهلاً للفهد إن لم يكن حذراً كالغناق البالغ. حتى الآن كان يستحيل تصوير بيني وهي تصطاد فريسة، إذ إنها تستسلم إن تمت مراقبتها من قبلي أو من قبل الغناق. لكن بعد عدة أسابيع من الصبر أصبحت تثق بي لتتابع عملها، إلا أنها تستخدم أذناً لتتبعي. يجب أن تكون بيني حذرة كي لا تلفت انتباه أي غناق، خشية أن ينذر بقية القطيع ويهرب.
سيغير القطيع موقعه بسهولة إلى مزرعة خراف تحد المتنزه يغطيها سياج ضعيف. لم ينجح السياج في إبقاء الفهد في الخارج بينما يتبع القطيع. توفر قطعان الخراف الكثير من فرص الصيد للفهود، ويشعر مالك المزرعة بحقد متزايد تجاه الصيادين. صيد الفهود أمر غير قانوني في تشيلي، لكن مالكي المزرعة يخالفون القانون. في بعض الأحيان يقدمون مكافآت للقضاء على السنوريات الكبيرة. تستخدم الكلاب لتتبع الفهود التي تعبر المزارع، وغالباً ما تتم متابعتها حتى حين تعود الفهود إلى المتنزه. لا يستطيع هيو ودوني إيجاد باني بعد أن طاردها الصياد والكلاب. بدأا يخافان من حدوث الأسوأ. يتبعان الأثر ويكتشفان إلى أي مدى اجتاز الصياد المتنزه. توجد أثار أقدام فهد على طول شاطئ البحيرة تحدها أثار أحصنة. يتبعان الأثار ويتصلان بحراس المتنزه بعد العثور على دليل يشير إلى إطلاق النار على الفهد. اتصل هيو ودوني بخوفيتو غونزاليس وخوان تورو اللذين يحميان الحيوانات في المتنزه. لم يعثر حراس المتنزه على موقع صيد واحد فقط، فهناك كهفان آخران فيهما أغلفة رصاص ودم كثير. اختفت بني من شاطئ البحيرة. يتابع هيو ودوني البحث في منطقتها ويأملان أن تكون قد نجت من الصيد. تتغير الفصول وتبقى باني مختفية عن أنظار هيو ودوني. بينما تبدأ ثلوج الشتاء تتكوم، تبدأ الغوانق بمهاجرة البحيرة وكهف باني. تتحد القطعان لتشكل مجموعة كبيرة على طول الممرات التي تقودها غرباً إلى أراض توفر الغذاء وخالية من الثلوج. على الرغم من أننا لم نرى بيني منذ حادثة الصيد، إلا أننا لم نفقد الأمل أبداً بأن تكون على قيد الحياة. وبينما كنا نبحث عنها في الكهف ذات يوم، عثرنا على أثار قوائم فهد فابتهجنا. هل هي أثار قوائم بيني؟ حصلنا على الإجابة تلك الليلة. سنورتنا الجميلة وما زالت على قيد الحياة. من الرائع رؤيتها مجددا.
بعد أن رافقت بيني يوما بعد يوم، اكتشفت أن أوقات الليل المتأخر والصباح المبكر هي أهم أوقات الصيد والإطعام بالنسبة إليها. تغطي الفهود ما تصطاده بالنباتات أو الثلج لتخبئ طعاماً يمكن أن يدوم لعدة أيام، لكن بيني تبقى في الجوار لتثبت عزيمة الكوندور في البحث عن طعامها. تميل الفهود لتناول الطعام ليلاً فقط حين تبقى الثعالب متيقظة دائماً لأي فرصة، ويتنافس هذان الثعلبان على كنوز بيني المطمورة. يجب ألا ينشغلا كثيراً إذ إن بيني قد تلتهمهما إذا أتيحت لها الفرصة. سرعة الثعالب تنقذها في معظم الأحيان، وبيني تبدو مرهقة. بعد ليلة طويلة من الصيد، حان وقت العودة إلى العرين لنومها النهاري. يحوم الكوندور حول الفريسة التي اصطادتها بيني. سعة الجناح التي تبلغ 3 أمتار تساعده في التحليق والانحدار أثناء بحثه عن الطعام. هذه هي أكبر الطيور حجماً في المنطقة، وهي ترعب الحيوانات الأخرى التي تحوم حول فضلات بيني. أصبحت جيفة الغناق وجبة لقطيع كوندور بكامله، وهو يلتهم البقايا بسرعة. اكتشفت بيني وهي تستنشق الروائح فوق العرين مساء أنها مهتمة بشدة، كما لو أنها تشتم رائحة سنورة أخرى ولعله ذكر. تصبح الفهود ناضجة جنسيا حين تبلغ 2 أو 3 سنوات من العمر، وإن كانت بيني تبلغ العمر الذي أعتقده قد يكون هذا اللقاء الأول لها. تستطيع أسود الجبال أن تتناسل في أي شهر، ولكن في باتاغونيا تميل الفهود إلى أن ترزق بصغار في الربيع. يوحي تصرفها بأن هناك ذكراً في الجوار. تبدو متحمسة ولكن مترددة، كأي شابة تواعد شخصاً للمرة الأولى. ها قد حضر ذكر كبير ينتظر عند العرين. تبدو بيني قلقة. من المحزن نسبياً أن أراها تجول على مسافة قريبة مني أكثر منه.
يبدو أنها تثق بكائن بشري أكثر من فهد على نحو مفاجئ. أشعر بشرف كبير. ليس سعيداً معي. على الأرجح أنه لا يستطيع أن يفهم وضعية بيني المسترخية. لا يبدو أنه أثار اهتمامها. يبدو سنوراً قوياً. يسهل التعرف إليه بفضل العلامات السوداء والبيضاء المميزة على وجهه. على عكس موقف بيني المستفز والمسترخي، لا يبدو أن الذكر سيستريح بينما أكون متواجداً هنا، بينما ينظر لشريكته المحتملة. منحتهما بعض الخصوصية وانسحبت لمخيمي. أرى بيني والذكر معاً مرة أخرى عند ضوء القمر بالقرب من خيامنا. إن تزاوجا تدوم فترة الحمل حوالي 3 أشهر، قد تلد صغارها في الربيع. الربيع إلى المنطقة، وعادت معه الحياة البرية السخية والطيور المائية كالنحام تشيلي والبط الرودي. تلعب مجموعات الثعالب وسط الطبيعة الوعرة. لم يحصل هيو ودوني بعد على أي إشارة تدل على وجود بيني. تحول الربيع إلى صيف والصيف إلى خريف. تغيرت تصرفات الحيوانات وبدأت تتحضر لقسوة الشتاء في المنطقة. تتحد قطعان الغناق معا من جديد، وما زال مصير صائدة هيو غامضا. وأخيرا عثرت على بيني مجددا. بعد كل هذا الوقت بدا موقفها مني مختلفا. هل هو بمثابة إنذار لألزم مسافتي، أم أنها إشارة صداقة؟ في جميع الأحوال، إن ولدت أشبالاً آمل أن تقودني إليها. إن ولدت في الربيع كان يجدر بها أن تخرج من العرين منذ عدة أسابيع. تبعتها إلى واد منحدر تقع في أسفله بحيرة جافة. يجب أن تبدد هذه شجيرة ظلالي في الأفق. نعم، هناك. يمكنني أن ألاحظها عند المستنقع وهي تتمدد على مجموعة من القصب الجاف، وقد رزقت بشبل. هناك شبلان إضافيان يلعبان في الجوار، 3 أشبال في المجموع، وهذا فرش بحجم عادي.
لابد من أنه يبلغ 4 أشهر. يا لها من سنوريات صغيرة وجميلة. فرحتي في العثور على الأشبال كانت قصيرة. فيما كنت أحاول أن أجد موضعاً أفضل للكاميرا، اكتشفت مكاني وأصيبت بالرعب وارتجفت من الخوف. يبدو أن غرائزها البدائية استولت عليها بالكامل. إنها تتخلى عن أشبالها. سأتفهم ذلك حسب اعتقادي. أعتقد أنها تظنني صياداً. من الواضح أنها قررت أن تحمي حياتها، أم أنها تحاول أن تقودني بعيداً عن أشبالها كما اشتهرت أن تفعل أسود الجبال شمال أمريكا. مهما كان السبب، آمل أن يكون رحيلها مؤقتاً. الوضع متوتر. تصوير الحيوانات البرية وإن كان يتم بنية حسنة غالباً ما يزعجها، حتى إنه يعرض حياتها للخطر. تأتي صحة الحيوانات في المرتبة الأولى، ولكنني أفسدت الأمر هذه المرة. تراجعت على مسافة آمنة من بيني، وساعدني اقتراب الظلام، إذ إنها تسترخي ويبدو أنها تتقبلني مجدداً. ويبدو أنها بدأت بالعودة إلى الأشبال. بعد الخوف الذي سببته لبيني، فقدتها لعدة أيام، لكنني عثرت عليها غرب العرين. لديها شبلان. أتساءل إلى أين ذهب الشبل الثالث. سرنا مطولاً أنا وجوني ونحن نمشط تلال بحثاً عن بيني وأشبالها وإشارات عن مكان تواجدها. بعد أسبوع صادفنا إحدى الفرائس التي اصطادتها بيني، واكتشفنا منظراً حزيناً على مسافة قريبة منها. الشبل الثالث جفت جيفته بسبب الريح القاسية. جمجمته مسطحة على جانب واحد. لا بد من أن فهداً آخر سحقها، إذ إنه لا يوجد ما يوازي قوتها. إنها لحظة حزينة، ونأمن أن يعيش شبل بيني الآخران. هيو ودوني محظوظان. عادت بيني إلى جانب البحيرة والكهوف التي تعرفها. هذا الموقع يوفر الكثير من المساحة لبيني للاختباء ومطاردة فريستها. شعر بالرعب، ولكن هذه المرة بسبب فهد صغير لا يشكل تهديداً. هرب الغنى. بفضل إنذار القطيع على وجود الغنى، تنتقل بيني إلى منطقة مختلفة لتصطاد. فيما تتنقل بيني وشبلاها في المكان، يتعقب هيو ودوني تقدمها عبر المتنزه.
تكتشف بيني كم تصعب تربية عائلة وتذهب للصيد وسط كل حالات الطقس بدافع الجوع. من دون أن تتفاجأ، تملك بيني فرصاً قليلة ضد أرنب بري سريع، تحتاج إلى وجبات أكبر حجماً أيضاً، لكن العوانق ذهبت غرباً بسبب العاصفة، على بيني أن ترضخ لذلك. سواء كانت جائعة أم لا، تستمر الأشبال باللعب بينما تتبع أثرها. تبلغ 8 أشهر الآن، وسأقدر فعالية مخالبها الكبيرة في الثلج الناعم. تنحدر عند السطح بينما أكافح لأجاريها، وأنا أغرق في الانجرافات العميقة بسبب ثقل الكاميرا، لكنني أطوق لأرى بيني تصطاد غنقا. إنها متحمسة. في هذا اليوم بالتحديد اجتازت حوالي 10 كيلومترات، لكن قد يستحق الأمر ذلك. مقابل كل نجاح هناك عدة محاولات فاشلة. يبدو أنه تم اكتشاف موقع بيني بشكل محتم، لكنها تواجه مشكلة أخرى. بحثها عن وجبة طعام أرسلها إلى مسكن قطة أخرى، وهي تراقبنا من أعلى المنحدر. تملك هذه الهرة أشبالاً أيضاً، وتحديداً 3 أشبال كبيرة. أنا متحمس لأكتشف هوية جيران بيني. بالرغم من أن الأشبال تختبئ وتتصرف أمها بطريقة خجولة، إلا أنها متساهلة بشكل لافت. تعيش في أعماق المتنزه، يبدو أن الأشبال لا تريد القيام بشيء سوى اللعب، وتبدو بيني مترددة في مغادرة المنطقة، إذ إنه المكان الذي تختبئ فيه الغوانق في الشتاء، لكن عليها أن تنسحب لتتأكد من أن أشبالها في مأمن. ستجوع مجددا، لكن الربيع قادم. أصبح الطعام متوافراً مع ذوبان الثلج، بينما يرخي الشتاء قبضته الجليدية عن الأرض، تهاجر الغوانق مجدداً إلى المنطقة التي تعيش فيها بيني. كانت ممددة لتنصب كميناً، إذ اكتشفنا غناقاً مقتولاً وتم إخفاؤه بحذر بانتظار عودتها مع الأشبال. عند الغسق مشيت باتجاه الكاميرا بالقرب من الجيفة، ومع وجود الغناق لتنبئني باقتراب بيني، يمكنني الاستمتاع بمنظر الغيوم الرائعة. بعد أن بلغ الفجر أوجه، ترشد بيني الأشبال وتصطحبها إلى جزء مختلف من نطاق المسكن كل يوم، لتتأكد من أنها تعرف أفضل الأماكن للصيد والاختباء. بقاؤها على قيد الحياة أمر هام، إذ تشكل الفهود جزءا أساسيا من الدورة الطبيعية في هذه الجبال. من طاقة الشمس حتى النباتات المتنامية، وهناك آكلات النباتات وموتها وتعفنها، يجب أن تكون كل هذه العوامل متوازنة كي لا تتضرر الأرض. بدورها تعتمد الفهود بشكل كبير على أنظمة دعم الحياة التي تساهم في إنشائها،
ليس الشق العاطفي وحده هو الذي يجعل من بيني وأشبالها مهمة. الفهود والأسود الأمريكية وأسود الجبال يجب أن تبقى جميعها على قيد الحياة كي لا تفقد هذه الأماكن البرية طابعها الأساسي مصدر إلهامها. لكن القصة لم تكتمل بعد. سمعت حديثاً أن بيني والأشبال ما زالت على قيد الحياة، وبالرغم من أنني سأبقى خائب الظن على الدوام لأن القدر لم يسمح لي برؤيتها وهي تصطاد غوناقاً، ربما يجب أن تجري الأمور بهذه الطريقة. حافظت على الكثير من الأسرار واحتفظت بلغزها وكرامتها. لدي الكثير من الذكريات الرائعة. منحتني أنثى الفهد البرية بالكامل امتياز مشاركة جزء من حياتها، حتى إنها وثقت بي كفاية لتنام إلى جانبي. وجودها في الجبال ليس كالظلال، بل إنه نور ساطع. Thank you.